كافة طلبتنا وطالباتنا الذين سيرددون بعد قليل يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان، ويرفعون النشيد والعلم. إلى المتابعة الصباحية الأولى وصباح المدارس. صباح الخير لكل المعلمين والمعلمات، شكرا لكم ولإخلاصكم لتفانيكم، شكرا جزيلا لكم، الله يوفقكم يا رب، وأنتم تعطون الطلاب أثمن ما لديكم علما ومعرفة. تشاركنا في صباح المدارس في أولى المتابعات الصباحية لهذا اليوم الطالبة ميس بنت خالد بن محمد الغدانية، ميس من مدرسة الإبداع العالمية بالموالح وهي في الصف الثاني. السلام عليكم يا ميس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك ميس؟ بخير. كيف الدراسة؟ زينة. أنت نشيطة دايما؟ أيوة. يا مرحبا بميس، إيش بتشاركينا في صباح المدارس؟ بشارككم بال قصيدة؟ أيوة. يلا قولي لنا القصيدة. كل ما جيتك أدور عن أمان، ظل حضنك يحتويني في مكاني، كل ما ناديت باسمك يا عمان، أفتخر مولاي في إني عماني، سيدي قابوس لك عز وشان، يكتبوها الدم في وسط المحان، أنت يا قابوس رمزا للأمان. الله عليك يا ميس، ما شاء الله، قلتيها هذه القصيدة في الإذاعة؟ أيوة. شاطرة كل ميس. كل ما جيتك أدور عن أمان، ظل حضنك يحتويني في مكاني، كل ما ناديت باسمك يا عمان، أفتخر مولاي في إني عماني، سيدي قابوس لك عزا وشان، يكتبوها الدم في وسط المحان، أنت يا قابوس رمز للأمان. الله 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 يا ميس، ما شاء الله. وإيش الأشياء الثانية اللي تحبيها ميس بعد؟ عن عيد المعلم. بتقولي قصيدة؟ لا. ها؟ بتقولي كلمة؟ أنشودة عن عيد المعلم. زين يلا قولي الأنشودة. معلمي مؤدبي أحبه مثل أبي، معلمي مؤدبي أحبه مثل أبي، معلمي رباني بعلمه هداني، معلمي رباني بعلمه هداني، معلمي معلمي يا رافع الأعلام، بركت من إنسان يا رافع الأعلام، بركت من إنسان، معلمي 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 رباني. الله يا ميس، بارك الله فيك يا ميس. طيب يا ميس، انت تحبي الزراعة والسباحة صح؟ ايوه. ايش تزرعي؟ ازرع شجار من الكركديه والاشجار الثانية. ليش تزرعي؟ ليش تحبي الزراعة؟ لانهن يعني انت تزرعي الاشياء اللي تحبيهم؟
أيوة ونشمها وناكلها. مثل إيش اللي نشمها؟ الوردة. أنت تزرعي ورد؟ أيوة. زين خبريني. معانا ورد في البيت. عندكم ورد في البيت إيش لونه؟ وردي. ما عندكم ورد أبيض؟ لا. زين ليش ما تزرعي ورد أبيض؟ جربي. زين. زين خبريني كيف يزرعوا الورد؟ أول شيء تجيب الحبة الصغيرة وبعدين تخليها بعدين تسقيها وبعدين تكبر تكبر تكبر. هذه سهلة. زين وين أقدر أزرعها؟ ها؟ وين أزرع الوردة؟ نزرعها في السماء تحت. شاطرة ميس. وإيش تزرعي بعد غير الورد؟ كركديه؟ نزرع النخيل. كيف نزرع النخيل؟ زين يلا. والريحان الكركديه والورد المحمدي. الورد المحمدي. انزين اقول لك ميس كيف نزرع النخله؟ صعبه ولا سهله؟ صعبه. روحي سالي ابوكي بعدين خبريه وقولي لنا بعدين. زين 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 ميس بعد تحبي السباحه؟ ايوه. ليش تحبي السباحه؟ لان يوم امي تشيلنا هناك احنا نسبح ونستمتع اكثر. شاطرة يا ميس. انزين وبعد ميس ايش تحبي الاشياء الثانية؟ تحبي الرسم؟ الرسم والسباحة. شاطرة ميس. اقول لك ميس ايش تدرسوا في العلوم في المدرسة؟ ايش تدرسوا؟ ساينس والعربي والاسلامية. صحة يا ميس. ايش يدرسوا؟ ماث وانجلش. ايش يدرسوكم في العلوم؟ يدرسوكم عن جسم الانسان؟ يدرسونا عن الفلاور يوم تكبر تكبر تكبر. عن الورود لما تكبر؟ ايوه. شاطرة يا ميس. وانت لما تكوني كبيرة وتكبري 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 ايش تريد تكوني؟ دكتورة اطفال. الله يوفقك يا ميس. شكرا لك يا ميس بالتوفيق ان شاء الله. تريد تقولي كلمة؟ نعم ميس. عادي أقدم شكر؟ طبعا عادي يا ميس تفضلي. يلا أشكر أستاذ راشد وأشكر شباب وأشكر بابا قابوس وأشكر أمي وأبي وأشكر معلماتي وأشكر كل المدرسة. أنت خبرتيهم المدرسة كلهم أنك بتشاركي معنا؟ أيوة. إيش قلتي لهم؟ حتى الأستاذة. خبرتيها أنت الأستاذة إيش قلتي لها؟ أيوة قالت بتسمعني. هي تو تسمعك؟ أيوة. يمكن ما تسمعك يمكن وصلت متأخرة. لا هي في السيارة تسمع. أنت خبرتيها يعني؟ أيوة. شاطرة يا ميس. زي ميس أنت قلتي لنا قصيدة عن يوم المعلم. كيف المفروض نتعامل مع المعلم؟ نحترمه؟ ايوه نحترمه وما نسوي له ازعاج عشان بعدين يعاقبونا. وعشان نحن لازم نحترم المعلم صح؟ ايوه. انت تحبي كل معلماتك؟ ايوه. شاطر يا ميس. الى اللقاء مع السلامة. مع السلامة ميس. مع السلامة. شكرا لميس بنت خالد بن محمد الغدانية من مدرسة الابداع العالمية بالموالح بالصف الثاني. ما شاء الله على ميس تحب زراعة الورد والريحان والورد المحمدي وتحب زراعة النخيل ومختلف المزروعات وتتمنى في المستقبل أن تكون طبيبة أطفال. تحية تقدير لكل الذين يزرعون الجد والاجتهاد والمثابرة في قلوب الطلبة والطالبات. وصباح الشباب معكم حتى تمام العاشرة. رأيت جمالك سكنت هواءك شربت حنانك وأنت لي الأمان أنت لي الأمان. بلا عين نرى سلامك أنهر وجدتك داخلي رأيتك يا عمان رأيتك يا I'm not afraid.
إذاعة الشباب من سلطان.